من نقطة مهمة جدا في قيمة العمل في الإسلام هو السعي في العمل. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. وقال تعالى: وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إذا الله سبحانه وتعالى يحب منا السعي. كيفاش الإنسان يوصل لحجره يحبها وحجره يبادر؟ لازم يبادر. يعني لا يوجد إنسان بلغ الكمال في أي شيء طرقه إلا بالتدرج. حتى بالنسبة للرزق أكيد أستاذة، الرزق الحلال، لأنه كاين ناس يقول لك راني قاعد ورزقي راح يوصل عندي. يعني احنا نتحدث عن هذه في قصة رائعة جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي قصة عن السعي. عمر بن الخطاب كان كل ما يدخل المسجد يلاحظ واحد الجماعة تاع ناس قاعدين في المسجد بدون وقت الصلاة. يعني حب يفهم عمر بن الخطاب هذا وش يعملوا في حياتهم. يعني العمل تاعهم فقط الجلوس في المسجد. اقترب من الواحد سأله وقال له: أنت ماذا تعمل في حياتك؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، أنا عبد الله، يأتيني رزقي كيف يشاء. فقالوا: إذا أنت إنسان متواكل. لأنه كاين فرق بين الإنسان المتواكل والإنسان المتوكل. بمعنى هذا الإنسان المتواكل هو ما يخدمش لكن ينتظر أنه الرزق يطيح عليه. كذلك إنسان مريض شاف الله كل المرضى إن شاء الله، ما يروحش للطبيب، ما يشربش الدواء، ما يعمل ولا شيء، ولكن يقول ربي سبحانه هو اللي ينزل لي الشفاء. وإذا مرضت فهو يشفين، هو يشوف نفسه أنه في قمة الإيمان. لكن هو لا، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نسعى وأن نبادر ثم نتوكل على الله سبحانه وتعالى بثقتنا بالله تعالى، أنه أنا كي نروح للطبيب وأنه ولا أنا كي نسعى للعمل راح نجيب الرزق تاعي، راح نجيب الشفاء تاعي وغير ذلك. هذا الإنسان الأول قال أنا عبد الله. الإنسان الثاني قال: يا أمير المؤمنين، أن عندي الأخ تاعي يعمل وأنا في يعني نعيش معه، ناكل معه إلى غير ذلك. يقسم معه. يعال عليه. يقسم معه الأخ تاعه، يعني الأخ تاعه يعمل وهو يعيش معه. فقال له قال يعني: وأنا يا أمير المؤمنين أنا دائما أعبد الله. وكأنه ما يشوفوا أن العبادة هذه راح تعجب أمير المؤمنين، لكن أمير المؤمنين عنده نظرة أخرى أكيد. فقال له: أخوك أعبد منك. قالوا: أخوك أعبد منك لأنه هو راه يسعى ويعمل وهو يوكل فيك أنت كعبد ضعيف، الله المستعان، لكن هو أعبد منك. سأل الثالث قالوا: يا أمير المؤمنين، أنا نبقى دائما في المسجد ولكن الناس يعطوني، وكأنه إنسان يمد يده يعني للأسف الشديد. فغضب عمر بن الخطاب كثيرا وكان يحمل عصا فرماها على الأرض. قال له: أخرج من المسجد واذهب إلى السوق. يعني في السوق في هذاك الوقت وكأنه مكان للتجارة والعمل والسعي يعني. وغير ذلك. قالوا: وإني لأرى الرجل فيعجبني، وإذا سألت عنه وقيل لي لا عمل له سقط من عينيه. مكسبة فيها دناءة خير من سؤال الناس. صحيح. لهذا نرى أهمية السعي في حياتنا. شوف الإنسان يسعى بفكره وبجسده ويعمل ويجتهد ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى في رزقه.